نتكلم عن الابطال، نتكلم عن ابرام اللي اخرج لك العمل، نتكلم عن التفاصيل دي. اولا هتكلم انا على حاجه. اولا ابرام بما انه كمان هو اصلا قبل ما يكون مخرج فهو ممثل، فعنده تفاصيل الممثل. الفيلم كمان عايز اقول كمان حاجه، ان الفيلم كمان فكرتي وفكرتنا وابرام، بس هو فكرتي انا الاساس وهو ضاف جزء على الموضوع. فاحنا كريتنا مع بعض اخر جزء ممكن اشتغلنا عليه في اخر نسخه اللي عملناها للفيلم. هو بما انه كان ممثل كمان بيدي تفاصيل جوه اللوكيشن بتاعه ممثل مش بتاعه مخرج بس، لان هو كمان يعتبر بما انه درس اخراج وهو ممثل فبعنده الاثنين، بيجمع ما بين الاثنين. عنده ان هو بيدرس بما انه درس اخراج فبيطبق المنهج اللي هو درسه في الاخراج، زائد ان هو ممثل فبيدينا تفاصيل في التمثيل. اما عن نورهان، فنورهان كانت جوه اللوكيشن يعني هايله جدا، وقفت جنبي بشكل كويس، ما كانش فيه اي مشاكل خالص واحنا بنتعامل مع بعض في التمثيل او في الحركه او في اي حاجه، لان هتشوفوا حبه حاجات كده في اكشن ولا ايه، مش اكشن اكشن بس يعني حبه حاجات كده ممكن. فهي ما كانش عندها مشاكل خالص وما كانتش متضايقه خالص، الموضوع كان يعني صعب وحبايب اكتر من اي حاجه. كمان هتكلم عن خالد جمال السيناريست، لانه اول ما حكينا له التجربه اتحمس جدا انه يكتب سيناريو وحوار، كتب سيناريو وحوار كويس جدا، دفعني ان انا لازم اطلع كل اللي جوايا عشان امثل واطلع كل اللي عندي، واشجع ابرام كمان انه يعمل كده، ان هو يبتدي يعمل شغل حلو من الورق اللي موجود. كمان هتكلم عن استاذ هيثم الخميس الموزع الموسيقي، اللي هو انا اعرفه من زمان، فلما عرضت قلت له بعمل تجربه ممكن تقف جنبي تعمل لي الموسيقى بتاعت الفيلم. الراجل رحب جدا ولا اي حاجه خالص، اديت له نسخه الفيلم. جزء منه انتاجك يا وائل؟ اتفرج انتاج. هو كمان شركه فينتج بتاعت الاستاذ مازن الجبالي كمان وقف برده معانا بشويه حاجات، ادانا مثلا الكاميرا لوكيشن، حاجات احنا وفرناها مع بعض. فاعتقد ان كان الموضوع كله كان بالحب، كان طالع شكله كويس. وعايز اشكر في اول موضوع خالص اللي دفعني لده، واللي كان طول الوقت بيخليني عايز اعمل التجربه دي، كل ما بكلمه بيشجعني اكتر، استاذ اشرف فايق المخرج برضه، لانه كان ليه فضل عليا في فكره ان انا اعمل تجربه زي دي. لان يعني انا دلوقتي بقول له، انا الناس بتقول لي دلوقتي شايفاني بضحك، نفسي اروح في الناحيه الثانيه. قال لي يلا اعمل كده، اشتغل على نفسك كويس واعمل ده وشوف تجربه تبقى كويسه تعمل فيها. طيب عايز اعرف منك، النهارده كنا متوقعين كل مسرح مصر يجي عشان نتعلم، كل مسرح مصر يكونوا معاك النهارده، مش شايفين منهم كتير. هي لسه في ناس جايه في السكه، بس يا رب ان شاء الله توصل قبل بتاعي. يعني ساره جايه في السكه، سيده زاوي جايه في السكه. طبعا انا قلت طبعا لكل زمايلنا، سواء حمدي او محمد عبد الرحمن، كريم عفيفي، انور، قلت كل الناس. بس طبعا في ناس عندها ظروف وفي ناس موجوده. بصراحه بعد مسرح مصر زلتوا بنفس قوه الصداقه ولا الدنيا لها؟ لا الصداقه ملهاش دعوه بالفن، بس احنا كل لازلنا اصدقاء وبنحب بعض وبنتقابل وبنروح يعني افراح بعض واحزان بعض، ما احنا مع بعض في كل حاجه. بس الفن بقى يعني ممكن يكون شويه بس فروق بسيطه. بس اتكلمت مع اشرف عبد الباقي في الموضوع مثلا، اتناقشت معاه فيه ولا برضه الدنيا افضلكم من بعض؟ ما لا بالعكس، يعني انا واستاذ اشرف عبد الباقي طول الوقت بنتكلم، بس ما بنجيبش سيره الموضوع الفن او كده. لا احنا بنتكلم في ان احنا هنرجع، طيب هنشتغل تاني، نعمل حاجه مع بعض تاني، الموضوع يبقى عامل ازاي. بس شايفين مسرح كتير بتقدم في العالمين، حتى التجارب السريعه اللي هو اليومين والثلاثه زي ما بيحصل في موسم الرياض. شايف ان ده ممكن يبقى فيه فرصه ليك الفتره اللي جايه انت وبرضه معظم شباب مسرح اكيد مصر. طول ما في مسرح وفي ده بيحصل اكيد هيبقى فيه فرص لناس كتير، مش انا بس، بيقولوا للناس ان هيبقى فيه فكره التجارب اللي بتتعمل زي ما بيقولوا تيك اواي دي، عشان خاطر يعني الناس الجمهور ينبسط بيها ويستمتع، تبقى حاجه كده بس على خفيف. فاعتقد ان ده يعني هيبقى فيه فرص لناس كتير، مش لا مش انا بس، هيبقى فيه فرص لناس كتير انها تشتغل تعمل ده اكيد. عايز تقول بقى للجمهور عن الفيلم ده؟ الفيلم يا رب بس الناس تشوفه بشكل كويس ويستقبلوه بشكل كويس، ويبقى الموضوع مختلف زي ما انا متوقع انه يبقى مختلف. ويا رب يا رب ان شاء الله يبقى فكرة. بس عايزين نقول لهم الخضه بتاعت ابراهيم ابرام نشأت وابرام سمير ووائل، الاثنين كوميديانات كبار قوي وعاملين فيلم مش دعوه بالكوميديا، فعايزك بس تقول لهم ده هيحصل. نفس الفكره اللي اتفاجئ بيها الاستاذ هيثم الخميس الموزع الموسيقي والمؤلف الموسيقي للمزيكا الفيلم، لما بعتنا له نسخه قال لي قعد بقى ومكلمني قعد يضحك، قال لي انا كنت مستني تعملوا حاجه فيها ضحك، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟
اللي انتوا عاملينه ده. بعد يضحك لدرجه ان هو قال لي يا ابني انتوا يعني ازاي اللي انتوا عاملينه ده؟ يعني هل الموضوع ممكن يقلب كوميدي من فكره ان الناس مش مصدقه؟ لا لا خالص ده خالص لا مش ده خالص. بس هو قاعد يضحك من فكره ان هو كان مستني انه يفتح فيلاقي حاجه فيها كوميديا. يعني ابرام بيخرج وانا بمثل فهل في حاجه بتضحك؟ بلاش في حاجه ضحك خالص وبس. عايز اقول لك نورتني ومبروك وان شاء الله تكسر الدنيا يا رب. يا رب ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا.